من واشنطن الداه يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية ينضم إلينا. سيد الداه أهلا بك. إذا هذه الضربات الأمريكية جاءت الآن ب125 مقذوفا دقيقا كما جاء في التصريحات للقيادة الوسطى الأمريكية، وجاء أيضا بطيران انطلق من الولايات المتحدة الأمريكية. ما دلالة انطلاق طائرات من الولايات المتحدة الأمريكية وقصف هذه المناطق، وبإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم قواعد أقرب؟ أهلا أستاذ رعد، هذا يدل على أن هنالك نوع من الصرامة ونوع من الرغبة في أن يكون الرد قوي جدا وموجع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمختلف الفصائل التابعة لإيران في العراق وفي سوريا كذلك. بالتالي هو إجراء كان متوقع، لأنه كانت هنالك اجتماعات للمجلس الأمني لوزارة الدفاع ولكبار المسؤولين الأمنيين مع الرئيس الأمريكي بايدن، وكانت التصريحات تشير إلى أن الرد سيكون موجع وسيكون أيضا بقدر الألم الذي تسبب للأمريكيين بمقتل 3 جنود وجرح أكثر من 40. بالتالي الملفت أيضا أنه صاحب القصف اليوم التصريحات التي أشرت إليها لبايدن، والحديث أن الرد سيكون على هذه الفصائل، وسيؤكد من خلاله أن أمريكا ترد على كل من يحاول أن ينال منها، وهو إجراء يحاول من خلاله بايدن أن يثبت بأن نظامه هو نظام يدافع عن أمريكا وليس بكل تلك النعومة التي يتهمها بها خصومه السياسيون وخصوصا ترامب. طيب سيد الداه، يعني لو نتحدث الآن عن التوقيت الذي جاءت فيه هذه العمليات، بايدن يقول إنه لا يريد التصعيد، ولكن في نفس الوقت يقول إن العمليات ستستمر. دلالات هذا التصريح، هل هي للاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة بسبب قرب الانتخابات مثلا، أم أن له دلالات أخرى، ربما كما قال العراق في بيانه الأخير الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، قال إن هذه الضربة قد تهدد بجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه؟ أنا أعتقد أن هذه التصريحات هي تصريحات للاستهلاك المحلي فقط. لافت جدا أن الإعلان عن هذه الضربات أتى من القيادة الوسطى وليس من البيت الأبيض، والمؤكد جدا أن الضربات تم الحديث بأنها ستتم على مدى أسابيع وستكون متقطعة بمدى أسبوع أو أسبوعين على الأقل، وهي أهداف أشارت معظم المصادر الأمريكية وحتى بايدن نفسه بأنها لن تشمل أراضي الإيرانية، ما يدل على أنها تسير في إطار فقط رد قاسم وسريع جدا على الحركات المحسوبة على إيران في العراق وفي سوريا، ولن يكون هنالك نوع من المواجهة مع إيران باستهداف المصالح الإيرانية داخل أراضيها، وهو أمر كان متوقعا جدا من قبل المحللين ومن قبل المراقبين في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد بأنه ربما يكون تصعيد ليس بالقوة التي كنا نتوقع، سيكون فقط استهداف لهذه المصالح الإيرانية في هذه الدول وسينحسر. لماذا لا يكون تصعيد بهذه القوة سيد الداه؟ وشهدنا في عام 2020 يعني لما استهدفت قاعدة أمريكية وقتل فيها كان متعاونا أو وكيلا أمريكيا في تلك المنطقة، ترامب قام بقصف بعملية نوعية قتل فيها سليماني، وبالتالي كان هذا رد، قالها أنه رد على استهداف القواعد الأمريكية. الآن قتل 3 أمريكان بالإضافة إلى قصف أكثر من 100 مرة تم قصف تلك القواعد، وتأخر الرد حتى بعد قصف التنف ب5 أيام أو 4 أيام. لماذا يعني يكون الرد بهذه الطريقة؟
استاذ رعد، واضح جدا ان هنالك نوع من الاختلاف الشديد بين اداره بايدن واداره ترامب في التعامل مع الملف الايراني. يبدو انه بايدن يحاول حاليا ان يقلل من الصراع، خصوصا انه الوجع المتعلق بالحرب في غزه والعدوان على غزه ما زال مستمرا، وكانت اصداؤه اليوم في عدم اي لقاء بينه وبين القاعده الشعبيه العربيه والمسلمه في ميشيغان، اكبر مكان للجاليات العربيه في أمريكا من مختلف الولايات الأمريكية، والتظاهرات التي قوبل بها كذلك. حاليا هو يسعى فقط لأن يكون هنالك نوع من الضربات التي توجه، واستهداف أيضا للشخصيات الأمنية من الحرس الوطني والشخصيات السياسية البارزة، وإن لم تكن تساوي بالوزن قاسم سليماني. وعلى أي حال، ما يتحدث عنه بايدن حاليا هو المباهاة والإصرار على أن تكون هنالك نوع من المقاومة والدفاع عن شرف الولايات المتحدة الأمريكية وعن ما يسمونهم بشهداء الجيش الأمريكي. بالتالي نتوقع أن تكون القصف المستمر أن يستهدف القوة العسكرية لهذه الفصائل، وكذلك الشخصيات البارزة من رؤساء ومن قادة عسكريين لهذه الفصائل، سواء تحدثنا عن حزب الله العراقي أو تحدثنا عن بقية الحركات مثل اليزيديون أو الفاطميون في سوريا وغيرها من الحركات. بالتالي قد يكون ترامب أكثر في الرد وأكثر صرامة من بايدن، لكن بايدن يحاول فقط أن يكون لديه رد وأن يعود إلى الانتخابات وإلى المشاكل الداخلية بشكل سريع جدا. طيب سيد الده، يعني إذا ما تحدثنا عن الرد بهذه الطريقة وأنه فقط لحفظ ماء الوجه، كما أفهم من إجابتك للولايات المتحدة الأمريكية أنها استهدفت لأكثر من مرة فيجب أن ترد، ولكن يعني هذه الضربات هذا هو شكلها، لماذا الحديث عن ضربات مستمرة أو أن الموضوع سيستمر؟ أعتقد أنها استراتيجية لدى قيادة الوسطى الأمريكية، وتحاول دائما أن تكبد هذه الفصائل أكثر الخسائر الممكنة طيلة الأسابيع القادمة، وأعتقد أن الأمر سيستمر لمدة شهر. بالتالي ستنهك من الناحية العسكرية، وسيكون هناك استهداف أيضا لبعض المصالح للحرس الإيراني في هذه الدول، وكذلك سيكون أيضا بمثابة نوع من رد الاعتبار أمام الشارع الأمريكي من خلال الحديث عن إطالة أمد الاستهداف عبر عمليات نوعية. والأكيد أن بايدن يدرك بأنه لن يكون هنالك أسماء ملفتة يتم استهدافها في هذه الفصائل، خصوصا أننا لا نعلم أسماء قيادات وازنة على مقياس القاسمي أو غيره من الشخصيات في هذه الحركات. بالتالي هو يحاول أن يلفت الرأي العام والشارع الأمريكي على أن الجيش الأمريكي مستمر في هذه العمليات حتى يضعف الفصائل ويضعف من ورائها الحرس الإيراني، وإن لم تكن المواجهة بشكل مباشر. طيب سيد الده، يعني ربما سؤال هو في حاشية هذا الحدث، نحن نتحدث اليوم عن احتمالية صفقة جديدة لوقف إطلاق النار أو هدنة ربما إنسانية في غزة نتيجة المفاوضات المصرية القطرية ومن جهة والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، بوجود الرعاية الأمريكية أو الدور الأمريكي. الحديث عن صفقة واتفاق كما قالت المصادر إنه اتفاق قوي في هذه المرحلة، هل تعد هذه الضربة عفوا أو توقيت هذه الضربة هو تقويض لتلك الصفقة، وبالتالي ربما يرى من يرى بأن هذه الضربة جاءت بتوقيت للحياة أو للابتعاد عن صفقة جديدة في غزة؟ أستاذ رعد، هو الملفت تصريح بايدن عندما قال بأنه هذه الضربات موجهة لهذه الفصائل، وتم الحديث
ايضا انه لن يكون هنالك مواجهه او استهداف لايران. بالتالي اعتقد هنالك تفهم من قبل مختلف المشرفين وكذلك ايران على الرد الامريكي حاليا وعلى هذه الضربات المتوقعه، وان كان هنالك نوع من الاطمئنان لحديث الاداره الامريكيه عدم الدخول في مواجهه مع ايران. بالتالي اعتقد انه لن يؤثر على تفاصيل الصفقه التي تدور حاليا بين حركه حماس برعايه مصريه قطريه وكذلك الولايات المتحده الامريكيه، لانه امريكا بايدن تريد إنهاء مشكل الشرق الأوسط وإنهاء المواجهات في غزة ومضايقة نتنياهو بشكل سريع والعمل على انحسار المواجهات والانشغال بالملفات الداخلية المتعلقة بالانتخابات. بالتالي هنالك تفهم لهذه الضربات ما لم يتم نوع اتساع لرقعتها وأن يكون نعم. الهدف هو وبالتالي هو هدف مفهوم لدى كل هذه الأطراف. نعم، من واشنطن السيد الداهي يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية، وافر شكري لك لانضمامك معنا في هذه التغطية.